السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غيوفر عليك الفلوس ويوفر عليك المجهود والوقت. تبعوا حتى الاخر وما تنساش تبارطاجي، لان الهضره اللي غنقول اليوم راه ما تسمعها لا في التلفازه لا في الراديو لا في الاخبار لا في الاعلانات لا حتى في الميساجات اللي كيوصلوك في تليفونك. انت بغيتي تشطب على راسك من امو، ولا انت بغيتي امو ولكن بغيتي فابور ما تخلصش عليه، ولا انت بغيتي امو واخا تخلصو محتاجو، ولا انت بغيتي تخلص امو ولكن غير باش يرجع لك الدعم ولا يبقى لك الدعم خفتي يقطعوه لك، ولا انت ما بغيتي لا امو لا دعم. هاد الحالات كامله اللي كتمثل كل واحد فيكم غنتكلم عليها في هذا الفيديو. اولا نبداو بحاله تشطيب على امو. امتى عندك الحق تشطب من امو تخرج منه تقول انا ما بغيتوش؟ امو بالمناسبه راه ماشي واحد، راه اموات هما، امو التضامن بوحده، امو الشامل بوحده، امو العمال غير اجراء بوحده، امو ديال الاجراء والموظفين اللي كيديكلارا بهم بوحده، راه اموات هي. اذا انت بغيتي تشطب اخويا ما بغيتش امو، بغيت تشطب على راسك. فوقاش عندك الحق تشطب في حاله واحده، عندك الحق تشطب على راسك من امو في حاله واحده، وماشي تشطيب نهائي غير تشطيب مؤقت. اما التشطيب النهائي من امو راه ما كاينش في نهايه المطاف. امو واحد الباب كلشي غيدخل منه، فيما كاين شي اسره خصها تكون مسجله، وبعض المرات الاسره غتخلص جوج مرات، يقدر يخلص الراجل وتخلص المراه. ما تلقاش شي اسره في هاد البلاد ما عندهاش امو اجباري، وكلشي خصو يدخل فيه وكلشي خصو يستافد منه، كاين اللي غيخلص وكاين اللي ما غيخلصش. واخا تشطب دابا في الحاله الوحيده اللي ذكرت لك، شنو هي هاد الحاله؟ هي العمال غير الاجراء، الناس اللي خدامين عند راسهم، في حاله الى توقفوا عن النشاط، الى حبسوا الخدمه، سالوا الخدمه، شطبوا على راسهم الغرفه، ولا حبسوا الضريبه ديال المساهمه المهنيه الموحده وسدوا محالهم ولا التجاره ولا المهنه ولا الحرفه اللي كانوا كيديروا، ولا ما بقات عندهم حرفه، ما بقات عندهم فلاحه، ما بقاتش عندهم البطاقه المهنيه الا كانوا شيفور ولا صانع تقليدي ولا شي حاجه. المهم حبسوا ومشاو للجهه اللي سجلتهم عند الضمان الاجتماعي وشطبوا على راسهم. ديك الساعه كتحبس ليهم لامو اللي هي التغطيه الصحيه، كتحبس ومؤقتا، بما يرجعوا يخدموا كيعاودوا يرجعوا يتسجلوا ولا يتسجلوا بطريقه اخرى. وبالمناسبه اليوم اللي كتشوف انت هذا الفيديو، الا كنتي من العمال غير الاجره ومازال خدام ما غتحبسش، عندك خدمتك، عندك محالك، داير المساهمه المهنيه الموحده ولا المقاول الذاتي، عندك البطاقه المهنيه ديالك شيفور ولا خدام، عندك فلاحتك، عندك حرفتك، الا كنتي مازال في هذه الخدمه وما غتشطبش على راسك وكنتي ما كتخلصش التغطيه الصحيه وكتجمع عليك دابا الاعفاء، راه بقى له سيمانه ولا قل، اللي تحت شهر 12/2023 قالوا لك الله يسامح، غتمشي تخلص شهر 12/2023 وتكمل تبدا تخلص هذا العام هذا كامل كيسمحوا لك في داكشي القديم. فما تسمعش كما قلت الا كنتي من العمال غير الاجراء ومكمل في خدمتك ما غتحبش، الا كنتي غتحبس سير شطب كما ذكرت لك في الاول. الا كنتي مكمل ما يضحك عليك حتى واحد، ما يخطب عليك حتى واحد، خليك من الانشاء والخطب، سير ولد الناس استافد من الاعفاء، راه بقات اقل من سيمانه وكمل الخلاص ديالك وبدا تستافد من التغطيه الصحيه، راه كلشي جايالي. اللي خدام وعندو شي مدخول غيخلص، اللي ما خدامش وقدر يثبت انه ما خدامش وما عندوش مدخول ما عندوش الفلوس بالسجل الموحد ويجيب اقل من 39 راه غيستافد فابور. اما في النهايه هذاك الباب ديال لامو والله ما يتسقل منه شي واحد، كلشي غيدخل لي. وهذا الاعلان ديال هذا الاعفاء اللي كنتكلم لكم عليه، شوفوا مزيان ديك الدويويره اللي الفوق شنو مكتوب فيها، اداء الاشتراكات ديال امو راه اجباري. وشنو معنى اجباري؟ ما عندهاش شي معنى اخر، هي بالسيف عليك تخلص هاد الاشتراكات الا تفرضت عليك. اذا هذه الحاله الوحيده اللي فيها التشطيب، من غير هاد الشيء هذا ما تقدرش تشطب على راسك، تقدر تغير من امو لامو، ذكرت لكم مرة اموات، ما تقدرش تخرج من امو وتقول شطبت على راسي الا في هذه الحاله وهي مؤقته. ندوزو دابا للحاله الثانيه، انا بغيت امو ولكن بغيتو فابور، بغيت امو التضامن ما نخلص التاريخ، خويا انا مقرد مكحط ما عنديش ومحتاج امو، كلمه واحده ولا بالاحرى رقم واحد 9.32 ما تفوتوش، تسجل في السجل الموحد انت والاسره ديالك وما تجيبش اكثر من هاد 9.32، عندك الحق في امو بلاتي فراني، الا في حاله واحده، الا كنتي من العمال غير الاجراء، الا عندك خدمتك الحرفه ديالك ومسجل بها الضريبه، عندك المساهمه المهنيه الموحده،
عندك مقاول ذاتي، عندك البطاقه المهنيه، عندك شي بليده ومسجل في الغرفه، صانع اي حرفه اي مهنه اي تجاره، واخا تجيب اقل من 39 ما تستافدش من امو التضامن، تخلصوا انك ما تكونش من العمال غير الاجراء، وانك تجيب اقل من 9.32 في المؤشر، هذه الحاله الوحيده اللي توفرت فيك هاد الشرطين اللي تقدر تستافد من امو فابور. واخا يكون كان عندك راميل شحال هادي وتسجلتي في السجل واحد جبتي فوق 39 ما يعطيوكش امو فابور مزيان. الحاله الثالثه اخوانا، بغيت نخلص امو، بغيت نخلص امو، انا محتاجه التغطيه الصحيه مزيانه ومحتاجه وانا بغيتها، واخا نخلص عليه مني اخويا ما نقدرش نستافد منه فابور، جبت في المؤشر فوق 39 اخويا بغيت انا نخلص عليه. في هذه الحاله عندك ثلاثه ديال البيبان ولا ثلاثه ديال الحلول. الحل الاول هو الا كنتي خدام عند شي واحد يصرح بك هو في الضمان الاجتماعي انك خدام عنده وبدا يخلص عليك واحد شويه، وتخلص انت واحد شويه من الماندا ديالك وتبقى تستافد من لامو من التغطيه الصحيه. الحاله الثانيه هو تكون من العمال غير الاجره وتولي تخلص على خدمتك. الحاله الثالثه امو الشامل، مشيت تسجل في السجل الاجتماعي الموحد انت والاسره ديالك وتشوف شحال جاك المؤشر، شحال ما طلع لك المؤشر، شحال ما كيطلع الخلاص، تشوف راسك المؤشر ديالك فين جابك وتشوف شحال غادي تخلص وتمشي تسجل وتبدا تخلص. كرد البال ما حد المؤشر ديالك طالع تبدا تخلص عليه، الا هبط قل من 39 غيولي عندك الحق في امو التضامن، الا طلع اكثر من داكشي اللي كنتي كتخلص غيطلع لك الخلاص على حسب هذا الجدول، باش ما يكونش عندك انت تسعود مثلا 40 ولا تسعود 36 ولا تسعود 34 تقول راه نخلص على 150 درهم، راه الا طلع على حسب هذا الجدول غيطلع لك الخلاص. الحاله الرابعه اخويا انا بغيت نخلص هاد امو ولكن غير خفت على الدعم، حلو ودنيكم مزيان. شتي الحكومه شنو دارت ملي حطت على واحد الفئه هاد الشر، اللهم خلصتي التغطيه الصحيه لا استفدتي من الدعم، دارت بحال ديك اللعبه ديال البولينغ اللي كيهزوا واحد الكره كيرميوها كيطيحوا بها شي قراعي. القانون 46/23 اللي كيقول انه الا ما خلصتيش التغطيه الصحيه ما تستافدش من الدعم، راه كيهم غير العمال غير الاجراء، ولكن داك الميساج اللي كيقول الناس الا بغيتي الدعم يرجع سير خلص صيفطوا لكلشي، فكلشي بدا تيترعب حتى اللي عندهم امو التضامن ولاو تيقلبوا يخلصوا، وما في جايب قل من 9.32 كيستافد فابور ولا تيقلب يخلص خاف على الدعم. قولا واحدا ما تدوخوش، الفئه الوحيده اللي كيهمها هذا القانون هي العمال غير الاجراء، الناس اللي خدامين عند راسهم، الا كنتي من هذه الفئه ما خلصتيش التغطيه الصحيه غيحبسوا لك الدعم، لا امو التضامن لا امو الشامل اللي كتخلص على حساب المؤشر ما عندهمش علاقه بالدعم، كي خلصتي كي ما خلصتيش امو الشامل الدعم مستمر، القانون ما كيفرضش عليك انت مول امو الشامل تكون مخلص التغطيه الصحيه على حساب المؤشر باش يبقى لك الدعم، واخا ما تخلصش غيبقى لك الدعم، الا حبسوا لك الدعم عرف راس سبب اخر من غير التغطيه الصحيه. وامو التضامن كذلك، الا عندك المؤشر قل من 39 كتستافد من امو التضامن، التغطيه الصحيه ديالك راه ما عندهاش علاقه بالدعم، الا حبسوا لك الدعم عرف راه سبب اخر، العمال غير الاجراء بوحدهم هما اللي كيحبسوا لهم الدعم على حسب التغطيه الصحيه. ندوزو للفئه الاخيره ديال اخوانا، ما بغيت لا دعم لا تغطيه صحيه، ما عندي ما ندير بهم، ما يمكنش، ضروري التغطيه الصحيه لانها اجباريه في القانون. وانا قلتها لكم في الاول، راه باب وكلشي غيدوز منه، كلشي غيدخل ليه. ما يتسجل منه حتى واحد، كل اسره خصها تكون داخله الضمان الاجتماعي في التغطيه الصحيه، وتقدر الاسره بعض المرات كما قلت قبيله تخلص جوج مرات، في حاله مثلا الا كانت المراه خدامه مثلا في شركه ولا موظفه ولا هذا، كتصرح في الضمان الاجتماعي وكيقتطعوا ليها من الاجر ديالها ديال التغطيه الصحيه، والراجل مثلا عنده حقنوت ولا خدام شي فور تاكسي ولا فلاح ولا صانع تقليدي، غيخلص هو على حسب خدمته عامل غير اجير، وتخلص هي ولا تصرح بها هي في الضمان الاجتماعي على حساب الخدمه ولا الاجر ولا الوظيفه ديالها. ويقدروا يكونوا كاع المراه مثلا خدامه في الصناعه التقليديه كدير الخياطه، والراجل عنده حانوت ولا نجار ولا جزار ولا سدور، ويخلصوا بجوج كل واحد على خدمته، اذا اسره واحده تقدر تخلص جوج مرات امو. ولكن في العموم ما كاينش شي مغربي غيبقى بلا امو، كذب عليكم حتى واحد، تحيه لكم، الله يعاونكم.